الخير عليكم. كاين المكياج وكاين الادوات اللي كنستعملوا بهم المكياج، وباش ننجحوا المكياج خاصنا نستعملوا مواد اللي تكون او ادوات اللي تكون يعني ذو جوده وتكون نظيفه باش نحافظوا حتى على البشره ديالنا ونتجنبوا لي بارازيت ولي ميكروب وكينوض بهم لي بوتون ولا الحبوب. فاليوم غادي نعطيكم واحد لاسيوس اللي انا كنستعمله شخصيا باش ننظف لي ووبيت لي زيبونج اللي كنستعمل كنخدم بهم. حنا الاخصائيين او اخصائيين المكياج هاد لي زيبونج كنستعملهم استعمال شخصي يعني اون كليونت ولا الزبونه وكنلوحوهم، نتوما غادي تستعملوهم استعمال متعدد غنوريكم كيفاش تنظفوهم. فلاسيوس الاولى هي كناخذوا الماء، كناخذوا ان شامبوان دو ولا شامبوان اللي هو كيكون دو، ما عرفتش نقولها بالعربيه نسيت، ناعم بحال الشامبوان ديال الدراري الصغار. كنحطوا داكشي اللي بغينا ننظفوا، انا غنحط اون ايبونج اون ووبيت وبيوتي بلندر. فابس مون سامي ديال سي با غراف، كيما كتشوفوا دابا كاين الماء لو شامبوان وهادشي اللي بغيت ننظف غادي نستعملوه في الميكرووند. وغادي نخليوه يدور تقريبا واحد دقيقة ونص. دابا غادي ندوزو لي زيستونسيل الاخرين اللي كنستعملو اللي هما لي بانسو. لي بانسو ما نقدروش نديروهم في الميكرووند، لي بانسو كنصحكم نظفوهم كل استعمال بواحد المواد اللي كيتباعوا. انا نعطيكم واحد الوصفات اللي هي سهله باش نستعملوهم في الدار الا ما قدرناش نشريوهم لانهم كيكونوا شويه غاليين. وضروري نديروا ان شامبوان في الاسبوع، يعني نظفوهم بشامبوان مره في الاسبوع. غنبداو بالتنظيف بعد كل استعمال، يعني انا من بعد كل زبونه كننظف لي بانسو ديالي، ما يمكنش نستعمل من زبونه لزبونه بلي ميم بانسو اللي كنستعملت. دونك انا غادي نستعمل البرودوي اللي كنشري خاص ان ديزانفيكتون بور لي بانسو، ومن بعد نوريكم كيفاش نستعملو في البيت واحد سهل. دونك مثلا حنا خديت بانسو، دونك كنرشو عليه وكنمسحو كما كتشوفوا البقايا ديال هذا البانسو ديال الايلاينر. هو كيبان لكم كنبقاو ننظفو حتى ما كيبقى فيه والو. نقدر نزيد شويه، نزيد هذا مثلا الاخر ديال ايلينا حتى هو باش نوريكم. واخا غتقولوا غنستعمل استعمال شخصي، من الاحسن فيما تستعملوا هاد الادوات نظفوهم باش تحافظوا على صحه البشره ديالكم الا بغيتوا ما ينوضش لكم الحبوب وما ينوضش لكم مشاكل جو او باغازيت ولا لي ميكروب اللي كيكونوا بعد كل استعمال. دونك انا هادو نظفتهم. غادي نجي نفس الطريقه لي بانسو الكبار حتى هما لا ميم شوز، غنوريكم ما فيها باس. دونك فوالا هذا ديال فون دو تان، هذا غياخذ وقت كبر يعني وقت كثر كما كتشوفوا انا بالعمد ما نظفتهمش باش يبان لكم مزيان. غناخذ هذه هي الطريقه الصحيحه اللي بغينا ننظفوا لي بانسو ديالنا بعد كل استعمال. الى ما عندناش الامكانيات والله يكون في عوان كيكونوا المواد شويه غاليين، نقدروا نستعملوا دي سوليوشن ولا دي لوسيون في الدار ديالنا. انا جبت لكم جوج حلول، ثلاثه الحلول. الوغ اما نستعملوا لوميسيلير، واني ما ننصحكمش ديروها دائما غير حل بعض الاحيان كنا مسافرين نسينا ما ديناش معنا البرودوي ديالنا، نقدروا حتى هو نستعملوا به وننظفوا به لي بانسو ديالنا. بحال دابا انا خديت ان بانسو ديال لا بودغ، شتو ها هو كيحيد كاع داك ليكسيدون ديال لابودغ اللي كاين فيه. هذا ما ننصحكمش ان لوميسيلير نديروها دائما، يعني نديروها واحد الحل بعض الاحيان وكاو سافرنا ما لقيناش تحت يدينا لو برودوي اللي خصنا نستعملو. دابا غنوريكم لي لوسيون، باردون سي اون سوليسيون اي لوسيون اللي نستعملو في الدار واللي ساهلين ماهلين. عندنا جوج ديال لي لوسيون. لوسيون الاولى وهذا الشيء بغيت تعرفوا بان هذه المقادير اللي نعطيكم انا استشرت مع صيدلي طبيب في الصيدله اللي عطاني المقادير بالضبط باش ما نطيحوش في شي مشكل. دونك غادي ناخذوا الكول 90 يعني الكول 90 اللي غنديليوها ولا غادي نخلطوها بالماء باش نقصوا شويه الجهد ديالها، وبهذه الطريقه غادي نحصلوا على اون لوسيون اللي هي ديزانفيكتونت. في هذا الاثناء غادي نشوف غير غادي نزيد عاوتاني شويه. دونك غناخذوا قرعه بحال هكا
غادي ناخذ بالعبار. الوغ العبار اللي غادي ندير، غادي ناخذ نص كاس صغير ديال الكول 90 او 90 فوالا. اوبس بدلت الوزن لان هذا صغير بزاف. فوالا وغادي نزيد بنفس القياس اللي عبرت به كاس ديال الماء، يعني نص ديال الكول وكاس ديال الماء. فوالا غادي نخلطو مزيان هاد خاصنا نخلطو مزيان باش يتجانس الخليط ما بيناتو. دابا راه سالا ميكروند، غادي نوريكم من بعد نخرج لكم لو تروك. هذا كتكون اون سوليسيون نقدروا ديزانفيكتيو بها لي بانسو ديالنا. الا جاب الله ما عندناش الكول نقدروا نستعملوا الخل ديال التفاح، حتى هو راه انتيسيبتيك وكيستعمل بزاف مثلا في الحجامه كنستعملوه في الجسم ديالنا باش كوم ان انتيسيبتيك، يعني نقدروا نستعملوه لي بانسو. غير هو في هذه الحاله هذا خاصنا من بعد نغسلوا لي بانسو، ما يمكنش نخليوه بحال هكا لانه فيه ريحه شويه قويه ديال الخل التفاح. دونك غادي ندير ربع كاس ديال الخل التفاح. وكاس ديال الماء المعدني من الاحسن، ولا نغليو الماء. فوالا نفس الشيء غادي نخلطو مزيان تيتجانس هاد الخليط، وغادي نستعملوه حتى هو كوم لوسيون نضفو بها لي بانسو. غير هو من بعد الله يعطيكم السل غسلوا لي بانسو ديالكم شويه الماء باش ما يبقاش فيه الريحه. دابا غادي نجبدو سخون شويه. الوغ ما عرفتش الكاميرا واش غتقدر تبين لكم انه سخون، ما نقدرش نستعمل يديا كما كتشوفوا كيبان لكم ان الماء راه يعني توسخ بداك البرودوي اللي فيه. من بعد كنشلوه في الماء مزيان، حرقت الصبيعات دونك خاصو يتشلل مزيان باش ما يبقاش فيه ليكسيدون ديال لو سافون ياك، ونحطوه في اون سيرفاس لي بلات وفيها الشمش مزيان باش ما يغملوش لينا دوك لي زيبونج ديالنا وما تبقاش فيهم ريحه خايبه. انا هادو كلهم منظفاهم، غنهز لكم بلاطو كامل منظفاهم في الميكرووند. هاد لي زيبونج كنستعملهم استعمال شخصي ليا ماشي للزبونات ديالي، مي هادو كنستعملوهم للزبونات لان ما يمكنش كل مره نعاودو نشريوهم، كيكونوا شويه غاليين في الثمن، فهادو كننظفهم دائما. وكنصحكم انكم تنظفوهم مره في الاسبوع ضروري ضروري ضروري. دابا غادي نجيو لو شامبو اللي قلت لكم مره في السيمانه وغادي نزرب، انا ما بقاش عندي الوقت بزاف. بالنسبه لي بانسو كنديروا دو لو تياد ولا الماء سخون، كنديروا لو شامبو اللي قلت لكم. من الاحسن يكون شامبوان ديال الاطفال، شامبوان دو اون جينيرال مزيان. الوغ كنخلطو كنخلي واحد 5 مينوت هاد لي بانسو تلقوا شوفوا ديجا دغيا راه الما توسخ لينا. الوغ كنبقاو نديرو منو فيه بحال هكا ولا باليدين ديالنا حتى كيتنظفوا. من بعد كنديروهم ضيق الوقت غادي نزرب، كنديرو في الما كيكون نقي كما كتشوفوا بحال هكا، ومن بعد كنشلو مزيان 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 مزيان، وكنحطو لي بانسو كلهم في اون سيرفاس اللي تكون بلات بحال هكا. بالنسبه لهاد لي بانسو كيديروا اللي دايرين بحال بروسادون، هاد لي نوفيل جينيراسيون ديال هاد لي بانسو، ملي كنساليوهم كنحطوهم بهاد الطريقه باش كيتسقطرو وباش ما كيخسروش، ما نحطوهمش بحال هكا كيشبعوا ما، ومن بعد هذاك البوال ديالهم كيتحيد. فكنتمنى ان هاد الطريقه تجيكم سهله وانكم تعودوا انكم ديزانفيكتيو لي بانسو ديالكم بعد كل استعمال وتنظفوهم مره في الأسبوع. كنتمنى ان تكون الحلقه مفيده وانكم تجربوا وتردوا علينا الاخبار، ونشوفكم على خير.